صباح الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم تستمر الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وتهطل زخات رعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا مرتفعات المدينة المنورة خلال ساعات الظهيرة والعصر، تكون محدودة الطابع بالمجمل. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء صافية بشكل عام، لكن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار مع 45 درجة مئوية، الملموسة 41، الرطوبة منخفضة والرياح تكون نشطة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسود أجواء حارة بالمجمل. تبوك تسجل 38 إلى 24، عرعر 38 إلى 25، واسكاكا 39 إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة، طقس صافي 33 إلى 30 درجة مئوية، المدينة المنورة 45 إلى 34، مكة المكرمة 44 إلى 30، والطائف 35 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية حتى تشهد أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار في أبها 32 إلى 20، الباحة 31 إلى 20، وجزان 38 إلى 31 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام مع 43 إلى 31، الإحساء ريح نشطة وأتربة مثارة 48 إلى 30 درجة مئوية، أما حفر الباطن 45 إلى 30 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض ريح نشطة وأتربة مثارة 45 إلى 38 درجة مئوية، بريدة 44 إلى 29، وحائل 41 إلى 27 مع تفرق لبعض الغيوم. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.